شوف يا عبد الرحمن ميتشل، انا نختار نخاطبك، انا متكلم نيابة عن اولاد عمي اللي ماتوا في سجن رشيد بالقبلية خاصة، ونتكلم نيابة عن بنت عمي الدية بنت محمد اللي ماتت في سجن رشيد هي وتركتها، ونتكلم نيابة عن الدكتور، راني لين نسمي لك الا واحد، الدكتور الداهو البكار والمحمد الامين اللي قطعتوه في سجن رشيد، وكل شيء معلقه بكراهه يقولوا الناس. اذا عنك يا عبد الرحمن وعبد الرحمن ميتشل، سمعتك هون تبرر وسمعت كلامك وطلبت السماح من نفت وياسر من الضحايا سجل لك عنه مسامحك، ولكن السماح هون عنده شرط واحد، وانا نقول لك بكل صراحه ولا يكذب عليك حد، منين اللي تعاون في المحكمه وتوقف كشاهد على هذا الظلم المعدل وهذا الاجرام وهذا التقتيل وهذه اللوائح اللي انت الحمد لله ادرى بيها، اللي كنت من الناس اللي تعذب وتقتل وتحور ومسؤول عنها وتقلع سنين رواقيج وتعدل جميع الاجرام وجميع التعذيب والتقتيل وقطيع اللحم من رواقيج وذيك انواع التعذيب اللي انت راك تعرفها وحنا نعرفوها اللي كانت تعذب في سجن رشيد اللي تنشو فيه الناس، منين اللي توقف كشاهد والتعاون مع الضحايا في المحكمة؟ احنا لكل حدث حديث، يقدو يسمحوا لك الضحايا بصفة عامة نظرا لعملك ومعوانتك معنا، ويسمحوا لك أولاد الضحايا اللي ما هم داخلين ذي المنابر ولا يتكلموا، يا غير احنا نقدو نتكلموا نيابة عنهم ونجيبوا شهادات معنهم، يسمحوا لك أولاد الضحايا أولاد الناس اللي ماتت في سجن الرشيد أولادهم ومناتهم، منين تعود لك المعابر تقول أنت وأنا راكم عارفين أصلي وأنا عارفين كذا؟ ظن عنك أنت من الناس اللي متابعة، يكفي متابعة في الدنيا ومتابعة في الآخر ومتابعة مولي في المحاكم، نقولها لك بكل صراحة لما قالها لك حد لعل حد يحشم منك ولا يقولها لك، أنا راني نختار نقولها لك ونختار نقولها لك ونختار مولي ذا الأوديو مولي يلحقك اللي مسجل يوم الجمعة 3/9/2021، ولا سمعت كلامك في هذا الأوديو اللي عادل وياسر في هاي المنابر، ونختار باطن نوضح لك إنك طلع على ما يوضح حالك حد، وراه ما خالق حد ينوب عن حد، ما هو حد معطية لوكالة عن ولد شهيد ميت تحت التعذيب، يفهمتم والله عطيته منتو يقدي يسمح لك والله يقدي يتكلم معك، وهذا هو اللي نختار نقول لك ونختار نبلغ لك إلى عدت اللي باغي التعاون معانا ومع الضحايا في المحاكم، مرحبا بيك وسهلا، عدت لا كلام تقول وتوف هذا الكلام سمعناه من وحدين وقالوه لنا في الخاص، منهم سلازار اللي ما يتكلم إلا يكتب منهم وحدين، ورايك التوبة عندها شروطها، التوبة عندها شروطها، ومن قتل نفسي بغير سبب رانك عارف اللي يقول فيها أنت، قالوا عنك مؤذن في جامع في إسبانيا وعدت ملتزم، غير خاصك تكملها بالمعونة إعلانا، ما تعود داير يد شرق ويد ساحل ويد شرق ويد ما نعرف منين، ذاك احنا ما لنا قابلين، ولا قال لك حد عنا قابلين وراه كاذب عليك ونازف مولي. السلام عليكم ورحمة الله. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.